السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في فيديو آخر. إذا في هذا الفيديو غادي نشتغلوا على التمرين الرابع والنهائي في هذه الوحدة إن شاء الله. إذا التمرين الرابع كيف ما قلنا واتفقنا دائما كيبداو لنا بهذه المعطيات. أش قالنا؟ تتشكل العضلات أساسا من صنفين من الخلايا، الألياف العضلية من النوع F1 من النوع 1، والألياف العضلية من النوع 2 سميوها F فيلامون 2. قصد الكشف عن المميزات الاستقلابية لهذه الألياف أو هذه النوعين من الألياف العضلية وعلاقتها بالنشاط العضلي، نقدم المعطيات الآتية. إذا أظهرت دراسات نسب كل من الألياف العضلية F1 و F2 في عضلات عدة متخصص في مسافة 1100 متر وآخر متخصص في مسافة 10000 متر النتائج المبينة في الوثيقة 1. دائما ملي كتسمع هذا التوجيه ديال الوثيقة 1 النتائج فين ممثلة، خاصك أنت تمشي للوثيقة 1 تعرفها وتقراها شي شوية. هذه هي الوثيقة 1، غنمشيو نقراوها كيف ما قالوا لي. اذا اش غنشوف؟ كنشوف باللي هنا لدينا نسب ديال الالياف العضلي. اذا هذا المنحنى هذا هو محور اراتيب يمثل نسبه الالياف العضلي، ومحور الفصيل فيه عدة مسافات ديال 100 متر، هنا مجهود قصير المده ومرتفع الشده، وهنا عدة مسافه 10000 متر مجهود طويل المده ومنخفض الشده. وهنا لدينا هذا اللي باللون القاتم هو الياف من النوع 1، وهنا بالابيض هو الياف من النوع الثاني. تنجز كيفاش غنقراوها؟ اذا لا بغيتي تقراها هو هنا كتقرا في هذا المنحنى باش كتعرف النسب. اذا هنا عندك 10، هنا 20 30 40 50 60 وغادي 70 80 90 100. لا بغيتي تقسم مثلا هنا كدير غير اسقاط العمودي على محور اراتيب باش كتعرف النسبه بالضبط. هنا نسبه مئويه، دائما كتقرا الوحده باش كتعرف النسبه ولا شنو الوحده اللي كنتكلموا عليها. النسبه اللي الوحده اللي كاينه هنايا النسبه مثلا هذه 100 راه كتعني 100%. اذا الا بغيت نعرف شحال هادو الياف من نوع واحد، ها هو واش كنقرا. كنقرا هاد الداكن، ولكن الحد ديالو فين؟ الحد ديالو هو 70%. اذا 70% مثلا بغيت نقرا هذا كندير الاسقاط، دونك جاني في 30 ولكن في النص ديال 30 هو 35، وما تبقى كنحيدو من 100. مثلا بغيت نعرف الاجزاء اللي بقات من اخرين، دونك هنا 70% اللي بقات هي 30%. مثلا هنايا لقيت 35% اللي بقى منها هو 65%. واضح؟ دونك بحال ما كندير هاد العمليه حسابيه سهله بسيطه جدا. هو جا وقالوا لك نيسان هذا السؤال هو اللي كاين، كيبداو ديما بالوصف او مقارنه، اسئله بسيطه وكتصير غادي وكتزاد على حساب المهارات اللي عندك. اذا اول سؤال هو صف توزيع الالياف العضليه اف 1 واف 2 عند كل من عداء مسافه 100 متر وعداء مسافه 10000 متر. اذا انت غتقول لهم في البدايه ديال السؤال غنوصف ماذا توزيع الالياف من نوع 1 ومن نوع 2 عند كل من عداء 100 متر وعداء مسافة 10000. غنقول عند عداء 10000 عند عداء 100 متر كيفاش داير توزيع الالياف. نمشيو عند مول 100 متر، مول 100 متر هو هذا عداء 100 متر اللي كيدير مجهود قصير مدة مرتفع الشدة. كنلاحظ بأن الالياف من نوع واحد هي نسبة قليلة، يعني تقدر ب 35%، ونسبة الالياف من نوع 2 هو ما تبقى من هذيك النسبة ديال 100% اللي هو 65%. اوكي، بالنسبة عند عداء 10000 متر سهلة، دونك عنده 70% من الياف، اذا كتكون عنده كبيرة مقارنة مع الشخص الاخر، عنده هذه النسبة اكبر اللي هي 70%، والياف من نوع 2 عنده قليل كيبقى هو 30%. صافي، احنا درنا الوصف دابا. الان نمشيو للسؤال الموالي، عليك لفهم الاختلاف الملاحظ في توزيع الالياف F1 و F2 عند كل من عدائي المسافات القصيرة وعدائي المسافات الطويلة انجزت التجارب والقياسات الاتية. اذا شنو قاسوا لينا؟ انا غنشوف
إذا تم قياس، نقراو ونواصل، تم قياس شدة التقلص. ماذا قسنا؟ قسنا شدة التقلص وأيضا مدته عند هذين النوعين من الألياف العضلية، بمعنى النوع واحد والنوع جوج، بإخضاع كل منهما، إخضاع هذه الألياف لإهاجات فعالة. بمعنى إهاجة فعالة أي أنها تؤدي إلى حدوث استجابة عضلية لمدة 30 ثانية، يقدم بيان الوثيقة جوج النتائج المحصلة. النتائج المحصلة، إذا قلنا هنايا غادي نشوفوا لدينا شدة التقلص، هنا نتبعوا معايا شدة التقلص، وهنا لدينا الزمن، إذا 30 ثانية كيف قالوا لي، هنا هذا الخط المتصل هو الألياف ديال نوع واحد، وهذا الخط المتقطع يمثل ألياف منحنى ديال ألياف من رقم جوج. لكن ماذا لدينا هنا؟ هذا المنحنى ماذا يمثل؟ المنحنيات فهي لا تمثل المنحنى، فهي تمثل شدة التقلص كل من الألياف F1 وF2. إذا جاو لنا السؤال قالوا لك استخرج من الوثيقة، ما قالوش لي هنا وصف، وإنما استخراج خصائص التقلص لكل من الليفان العضلي F1 وF2. إذا نمشيو في F1 ونقارنوها. F1 اش كتلاحظ؟ كتلاحظ المنحنى ديالو كيصعد بعد الإهاجة، إذا عند الإهاجة يرتفع أو ترتفع شدة التقلص، أوكي، ترتفع تقريبا حتى كتوصل لواحد بيئة. لكن هذا النوع الثاني عند إهاجة الألياف من نوع جوج، عند إهاجته فهي ترتفع شدة التقلص ديالها إلى أن تصل لجوج، يعني ضعف ديال ألياف من نوع الثاني. شدة التقلص عند الليف واحد هي أقل بجوج المرات من شدة التقلص عند الليف جوج، أو كنقولوا الليف جوج عنده شدة التقلص ضعف شدة التقلص عند الليف واحد. يعني كندير واحد الإسقاط العمودي باش كنعرفو نقراو على مستوى هذا المحور هذا. ثم شيء آخر، إذا كنلاحظوا بأن كيوصلوا كلهم أقصى التقلص ديالو، هنا كتوصل لجوج في 10 ثواني تقريبا. وبعد ذلك ماذا يحدث للألياف النوع واحد؟ هي هذا المنحنى هذا، اش كنلاحظ؟ كنلاحظ بأن الشدة تبقى لمدة طويلة، يعني تدوم حتى نهاية التجربة اللي هي 30 ثانية، بينما الألياف من النوع الثاني ترتخي، بمعنى الشدة ديالها تنخفض، وبالتالي شدة التقلص ديالها اش كيبقى لها؟ تنخفض تدريجيا إلى أن تنعدم مثلا في مرور 30 ثانية. دونك هذه هي الخصائص اللي غادي نركز عليها. غنقول عند الليف واحد شدة التقلص ديالو هي ضعيفة، فهمتي؟ غنقول متوسطة لأنه في النصف ديالها، وهذه مرتفعة، هذه بالنسبة لشدة التقلص. إذا ثم مدة التقلص هذه تدوم لمدة طويلة، هذه تدوم لمدة 30 ثانية فقط، وبالتالي تنعدم في 30 ثانية. دونك هذه هي خصائص راه كنجبدها غير من المنحنى، ما كنمشيش شي حاجة. ندوزو للجزء الموالي من السؤال. إذا الجزء الموالي من السؤال هو قالوا لنا باستثمار معطيات الوثيقة 3 استنتج معللا إجابتك المسلك استقلابي المميز لكل نوع من الألياف العضلي. إذا غنمشي نقرأ أنا الوثيقة 3 حتى هي اللي غنجاوب منها. الوثيقة 3 عندك أنواع ديال الألياف، إذا النوع ليف واحد، ألياف واحد وألياف جوج، وهنا الخاصيات اللي كتميز كل نوع. اذا كنمشيو نقراو هادشي. هاد الزائد اش كتعني؟ علامه زائد تدل على درجه اهميه كل عنصر. اذا الا كانت زائد بزاف كتعني بان العنصر مهم، كاين زائد وحده كيعني العنصر ضعيف او منخفض غير مهم. بالنسبه لحجم الميتوكوندريات في الالياف واحد مهم، هنا ناقص شي شويه، اذا كاينه غير اشاره واحده زائد. بالنسبة للخضاب الدموي المثبت لثنائي الأكسجين مهم في الألياف واحد، غير مهم نولا ناقص منخفض في الألياف النوع. بالنسبة للأنزيم ال دي اش، هو ال دي اش شناهو؟ كيشرحو لك كل شيء، هو أنزيم يحول الحمض البيروفيك إلى حمض لبني، بمعنى المسؤول عن التخمر اللبني، إذا كيكون هنا قليل في الألياف من نوع واحد ولكن مهم في الألياف من نوع جوج. وأنزيم ال دي اش اللي هو أنزيم يتدخل في حركة كريبس مهم في الألياف، موجود بكثرة في الألياف من نوع واحد ولكن غير مهم او غير موجود او موجود بشكل قليل في الالياف من النوع الثاني.
القابلية للتعب، هذه القابلية للتعب تكون مرتفعة عند الألياف من النوع الثاني ومنخفضة عند الألياف من نوع واحد. وكل هذه المميزات والخاصيات تبين أن الألياف من نوع واحد، إذا غنقول هذه الهضرة هذه، هذا الشيء اللي كنقول، غنقول أن الألياف من نوع واحد فهي تعتمد على المسلك استقلابي هوائي. لماذا؟ لان عندها حجم ميتوكوندريات كبير، عندها نسبه خضاب دم مرتفع، عندها انزيم ان دي اش اللي كيحول ليا اللي كيدخل فيها انزيم حلقه كريبس، وليس لديها قابليه للتعب فهي منخفضه لان تعتمد على التنفس الخارجي. بينما الالياف من نوع جوج فهي تعتمد على مسلك التخمر. لماذا؟ لان عندها حجم ميتوكوندريات قليل، الخضاب الدموي الذي يثبت الاكسجين هو ضعيف، بني عندها انزيم تتوفر انزيم الدياش مسؤول عن تحويل او تحويل حمض بيروفيك الى حمض لمي بشكل كبير، بمعنى انها تعتمد على التخمر لمي. كما ان لديها قابليه للعياء لانها تنتج الحمض اللبني، وايضا تنتج كميه قليله من الاطباء، بالتالي فهي قابله للعياء. وانا جاوبتهم على هذا السؤال ثلاثه. نمشي للسؤال الرابع، مستعينا بالمعطيات السابقة فسر الاختلاف الملاحظ في توزيع الألياف العضلية عند كل من عدائي المسافة الطويلة وعدائي المسافات القصيرة. إذا شنو السبب؟ فسر توزيع الألياف، بمعنى دوك توزيع الألياف اللي لاحظتو قبيلة، هل هذا كان 70% من النوع الأول، من النوع الثاني مثلا صحاب 10,000 متر كيكون عندهم 70% من النوع الاول و 30% من النوع الثاني. غادي نطلع واحد شويه باش نبين لكم، حتى هذا هو اللي خصني نفسر انا، نفسر توزيع، ماشي كنفسر اي حاجه، راه السؤال هو اللي كيوجهني شنو غنفسر. اذا غنفسر هذا العجب، هذا غنفسر توزيع الالياف كيفاش داير. عند 10,000 متر كنشوف من عندهم نوع واحد هو اللي مهم، هذا النوع واحد 10,000 متر اللي كيديروا مجهود طويل المده ومنخفض الشده، وحنا كنعرفوا هاد الالياف من نوع واحد لاش كتعتمد، كيف شرحنا قبيله من خلال النتائج، ها هي اش كتعتمد. النوع كتعتمد على مسلك التنفس، واضح، حيت هو غيجري مسافه طويله، اذا ضروري خص يكون عنده كيعتمد على التنفس الخلوي باش يضمن لينا يجري داك الماراثون ديال 10,000. ولكن الاخرين كيكونوا العكس، وبناء على هذاك الشيء اللي شفت كامل. لان السؤال، لاحظ معايا السؤال شنو قالوا. إذا السؤال قال لي مستعينا بمعطيات سابقة كل شيء فسر لينا الاختلاف الملاحظ. إذا باش غنبداو، عند عدائي المسافات ديال 10,000 مثلا ديال 100 متر عنده ألياف من نوع واحد قليلة. لماذا؟ اذا لماذا؟ لان المسافه ديال 100، المسافه ديال 100 متر اذا هو مجهود بشده كبيره ولكن لمده وجيزه، كيحتاج شويه ديال الاطبي، وهذا يتوافق مع سياده الالياف من نوع ثاني اللي هي كتعتمد على التخمر اللبني، كيحتاج غير كميه قليله من الاطبي، لان المجهود بشده كبيره كيحتاج تجديد سريع أو متوسط السرعة لألتيبي، ولكن لمدة وجيزة بمعنى وقت قصير جدا، مثلا 7 ثواني ولا 8 فاش غنجريو حنايا واحد 100 متر، التي تتميز بارتفاع شدة تقلصها. إذا عندها واحد شدة تقلص كبيرة كيف شفنا في مدة قصيرة، واعتمادها على التخمر اللبني كمصدر لتجديد الطاقة الضروري لإنجاز هذا المجهود العضلي. بينما المسافة ديال 10,000 متر إذا هي كتحتاجها في مجهود بشدة منخفضة، غادي نجري مثلا الماراثون ديال 10,000 متر هو كيلومتر ديال 10 ديال الكيلومتر ولمدة طويلة جدا. إذا اش كيحتاج هذا؟ مسلك بطيء السرعة اللي هو مسلك التنفس باش غيعتمد لإنتاج الطاقة، وهذا يتوافق مع سيدة الألياف من النوع الأول اللي من الخاصيات ديالها أنها تعتمد على التنفس الخلوي التي تميز بطول، نزيدو من الشريط تبين لينا في ديك المنحنى انها تتميز بطول مدة تقلصي، تتقلص لمدة طويلة لكن بشدة ضعيفة كيف شفنا،
واعتمادها على التنفس الخلوي كمصدر للطاقة الضروري لإنجاز هذا المجهود. إذا حنا كنحاول نفسرو التوزيع ديال الألياف، علاش كاين عنده داك الاختلاف في التوزيع بناء على المكتسبات اللي بناء على يعني ما رأيناه في التمرين سابقا. بناء على هاد جوج حويجات نوريهم لكم. إذا بناء على هاد الشيء، لأن هادو الألياف من نوع واحد، شفنا الألياف من نوع واحد كتعتمد على التنفس، ولذلك فهي تتقلص عند شدة التقلص. كيفاش دايرة الألياف من نوع واحد؟ شدة التقلص ديالها مرتفعة، فهمتي، ولا تدوم لمدة طويلة، ما كدومش يعني مدة طويلة. بينما هاد الألياف من نوع جوج فهي شدة التقلص ديالها ضعيفة لكن تدوم لمدة طويلة، وهي تتناسب كيف قالوا لنا مع المسافة أو المجهود العضلي. دونك التصحيح راه غادي نخليه لكم، كنخلي لكم السلسلة هنا أسفل الرابط ديال أي فيديو، راه غتلقاو لما لقيتوش رجعوا للفيديوهات الآخرين غادي تلقاو. دونك هادشي هو اللي كاتبين لينا هنايا. دونك تتطلب مسافات، دونك ماشي بالضرورة أنك تكتب نفس الإجابة، ولكن يكون الإجابة ديالك منطقية، يعني تفسر هاد السبب اختلاف في توزيع الألياف بالاعتماد كما قلت على يعني المعطيات السابقة ديال التمرين، ماشي ديال المكتسبات ديالك أو لشي حاجة، حتى هادشي ما عمرك شفتيه، ما عمرنا درناه معاك حنا في الدرس. أوكي، إذا نشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله.